上午الايام الاخيره كان فما نجاحات واضحه وقع التعاطي مع مجموعات ارهابيه، حققنا نجاحات في قضايا الاغتيال اللي هي معناها كانت تمس التوانسه، وعملنا برشا ايقافات معناها في قضيه اغتيال الشهيد شكر بالعيد، وصلنا تو 13 موقوف، فكذلك في قضيه الشهيد البرامي فما 6، معناها وصلنا انه معناها لين نكشفوا في المجموعة هذه. كنت نسمعك انت حتى برشا مرات ديما تقول شكون خطط وشكون عمل، احنا نايم نمشي وقدمنا برشا في الموضوع هذا. كذلك في موضوع مكافحة الارهاب وتفكيك، هل معناه فما تنظيم كما تعرفوا وقع تصنيفه ارهابي ووقعت برشا مشاكل كان وراها، وصلنا معناه حددنا شنو طبيعة التنظيم شنو اجهزته. تحكيوا على أنصار شريعة هنا تبعت الحال، فما مثلا في المدة الأخيرة وقع إيقاف شخص آخر، تو مثلا أنت تقول لي مثلا هاو وسائل الإعلام ولا الخبراء يتعطاهم بعض المواضيع، فما مواضيع هامة ما تخرجش في وزارة الداخلية. فما مثلا الأسبوع الفارط وقع كشف خلية كاملة كانت جات من الجنوب التونسي من أحد المدن في اتجاه أحد المدن الساحلية، وكانت تنوي القيام بعمليات مثل ما تم في سوسة، وتم إلقاء القبض على كامل عناصر المجموعة هذه دون انه يوقع حتى شيء. وهو نجاح كبير في وزارة الداخلية. كم فيها المجموعة؟ كان فيها 6 عناصر تم ايقافهم تقديمهم للقضاء يوم الخميس الفارط في المحكمة نتاع تونس. كذلك وقع القبض على شخص هنا في الضاحية الشمالية كان يقوم برصد معناه ويحذر انه باش يقوم بمعناه عمل اجرامي وعمل ارهابي، بما فيها انه كان يرصد في بعض معناه الشخصيات السياسية، وتم القاء القبض عليه وتقديمه للقضاء كذلك، وهو نجاح كبير. معناه ثم عملية استباقية وثم نجاحات لا تقوم به وزارة الداخلية. مانيش هنا باش نسوق لصورة وزارة الداخلية، لكن لازم تفهموا انه راهو احنا نعيشوا في معناه كما نقولوا قاعدين على النار غادي، ماهوش معناه تتصور انت الوزارة واعوانها واطاراتها معناه راضية على الوضع ذا، بالعكس هو وضع اختير. احنا مهدين في رواحنا ومهدين في اعواننا ومهدين في مقراتنا، ولهين معناه متحذرين من الشيء ذاك، وزيد عليها يلزمنا نحقوا معناه الطمانينه والامن للتوانس. الطمانينه مش باش نحققها بالكلام، لا باش نحققها بالفعل. احنا قمنا كما قلت لك بالعديد من العمليات الاستباقيه، مشينا للمعاقل نتاع الارهاب، ولينا معناه نمشيو، مشينا عملنا عمليات في العديد من المدن كما قبلي معناه درين مو قاع القبض على خليه كامله وحجز اسلحه. صحيح معناه سمعنا نقد في عمليه التعاطي وكيفاش مشاو وتكسير بيبان وكذا، هذاك معناه صحيح نقبلوه ونسمعوا النقد، لكن لازم التوانسه زاد يفهموا طبيعه وخطوره هالمجموعة ذي وكيفاش يتم التعامل معها. مانيش انا باش نمشي لها معناها بطريقة عادية كاني باش ناخو باش نعطيه بطاقة تعريف ولا باش ناخو ما عنده باسبور. هذه مجموعات تكون مسلحة لابد التعاطي معها بكل القوة وباستعمال القوة اللازمة في إطار القانون، وهو ما لقينا فيه نقد المدة الأخيرة. وسمعتوا معناها التعذيب رجع والانتهاكات حتى اليوم نقرأوا فيه في الجرائد. هذا موضوع هذا احنا زاد نقبلوه، ديما احنا نقبلوه. علاش نقبلوه؟ خاطر راهو المنظمات الحقوقية يلزمها ديما تقعد تدافع على الشيء هذاك، لكن يلزمها زاد تفهم طبيعة العمل نتاعنا. وماناش هنا باش نبرروا واحنا ضد سوء المعاملة اللي نسميها سوء معاملة، لأنه التعذيب في وزارة الداخلية ولا في السجون ما عادش موجود، لأنه التعذيب يلزمه معناها منهج كامل، يلزمه شكون يعذب وين تعذب وشكون يغطي والطبيب اللي يحمي والقاضي اللي يغطي عليك، يلزم منظومة كاملة للتعذيب. هذا هو ماهوش موجود في وزارة الداخلية. فما صحيح سوء معاملة ونتعطاو معاه، فما أخطاء نجموا نوقعوا فيها ونتعطاو معاها وجاهزين للمحاسبة، لكن إنك باش نعموا الشيء بصفة مطلقة هو أمر فيه برشا إجحاف.